حصل ولا ما حصلش إن كان في مطرب في بداياتك كان قريب منك جدا وفي فترة اختفائك لقيته ما سألش وبعد عنك؟ بص، هي دي طبيعة الحياة، البعيد عن العين بعيد عن القلب. بس مش دايما طبعا، مش دايما القريبين منك هم اللي بيسألوا هم اللي لكن أنا بتكلم يعني على سبيل المثال، لما كنت شغال كويس جدا وبعدت فترة، أنا شخصيا اللي بعدت. أيوة. مش بعدت عن الشغل، مش بعدت عن بعدت عن الناس، يعني بعدت عن أصدقاء. أيوة. بتقفل على نفسي ليه؟ لا، دي حالة بتبقى إيه يعني، مش عاجبني اللي أنا فيه، مش حابب اللي أنا فيه، فمش عايز أظهر بالشكل ده قدام الناس. يعني مين من الناس، يعني مين من الناس اصلا كنتوا قريبين من بعض وحسيت ان هو ما بقاش يسأل عليك؟ لا بصراحه، لا مفيش، لا كلهم بيسألوا. طب ومين النجوم اللي لسه على تواصل معاك لحد دلوقتي؟ دلوقتي في اللي هم قريبين مني. ايوه. في مصطفى كامل، حماده هلال، في احمد شيبه، محمود الليسي. لا، في هم كلهم حبايبي واصدقائي، ولكن القريبين مني اللي بيسالوا عليا وبسال عليهم، اللي انا قلت لحضرتك عليهم، مصطفى كامل، الليسي، حماده هلال، شيبه، بس. طب بما انك انت بتقول على تواصل كويس جدا بالنقيب مصطفى كامل، طب مش بتحاول مثلا تتكلم او تقترح عليه ان هو يرجع المطربين الشعبيين تاني للساحة، او يشوف طريقة يرجعوا تاني زي ما كانوا افضل، يعني الجيل اللي هو بتاعك يرجع تاني؟ ما الاختفاء مش بسبب النقيب مصطفى ولا بسبب اي حد. لا، هو طبعا انا مش بقول بسبب، يعني، ولكن اكيد في اقتراحات او في حلول، يعني يديكم مساحة اكبر. ما فيش اي تواصل ما بينكم عشان تلاقوا حلول؟ هيعمل ايه؟ مش بايده حل؟ مش شايف ان بايده حل؟ لا خالص. لكل مجتهد نصيب. اللي عايز يجتهد ويشتغل هيشتغل، بمصطفى، بمحمد. أيوة. بسيد، باي حد هيشتغل بفضل الله هيشتغل. طب هل حصل انك عملت اغنية وبعد ما نزلت ندمت عليها؟ اغنية ايه؟ اغنية اسمها تاتا. تاتا؟ ايوه. طب ندمت عليها ليه؟ مش يعني مش حب... انا ما انا انا ما كنتش حبابها من البداية. بس كان يعني مش لونك، يعني مش لون الاغاني اللي بتغنيها. حاجه بتقول تاتا تاتا بالراحه عليا، كلام مش ما يعني مش ما بس هو اللي اختار لي تاتا بعد صحوه، قال لك ده غنى صحوه، طب ليه ما نقولش تاتا؟ لا ده فكر غلط. مش حلو طبعا، يعني صحوه تيتا، فنكمل بقيه المرحله الطفوليه. بالظبط. طب ليه؟ بالرغم ان انا عملت في 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 في, في الالبوم بتاع اللي هو كان فيه اغنيه تاتا، عملت علمتهم كبرتهم وصلتهم بر الامان. أيه. نمت وصحيت بصيت لقيت غدر واسيه واربع حيطان. كلام حلو جدا. أيه. ودي من العلامات بتاعت عادل الخضري اللي بعتز بيها، والحمد لله رب العالمين نجحت نجاح عالي جدا. في نفس الالبوم حبينا نعمل اغاني فرحانه. رحت عامل ايه؟ وحياه ربنا ما انا ماشي من هنا غير لما تقول انت حبيبي. ما تجيش تقول لي تاتا. وافقت، لان كان معايا منتج في الوقت ده. فهو بيقول لي طب غنيها علشان خاطري غنيها. المنتج اللي قال لك غنيها علشان؟ برغم انه منتج كبير جدا وشاطر جدا وحبيبي طبعا اخوي، كان حاسس يعني ان هي ممكن تنجح او تلاقي. وده وارد. وده وارد. يعني اقول لحضرتك على حاجه، مثلا في 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 ألبوم شايفك، كنا عاملين ست اغاني فوقفين على اغنيه. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ احنا لسه هنعمل اغنيه، ده احنا عايزين ننزل بالالبوم ده. دي الشركه اللي بتقول كده، ده لغه الحوار اللي بينه وبين الشركه.
طب نعمل، قالوا له في غنوه عندنا، اغنيه عندنا اسمها لو انت انا زي ما بتقول، ولو عايزني معاك على طول، ليه تجرحني وتبكيني، ليه بتسهر دمعه عيني. طب خلاص ننزلها، فنزلوا بنزلوا الاغنيه دي على انها حشو. يلا يعني حاجه كده عدد عشان نكمل الالبوم وينزل. سبحان الله الاغنيه دي اللي نجحت وسمعت حلو جدا مع الناس، ومطربين كتيره وقتها كانوا بيغنوها. ايوه، فممكن يعني تبقى الواحد بيعمل اغنيه الغنوه دي بقى هتكسر الدنيا وما تلاقيش طبعا. ما تنجحش. ايوه،